في ظروف لم يعتادوا عليها والتي سببتها جائحة كورونا، تخرجت دفعة 2020 لمساعدي التمريض للصحة العمومية، وجاء هذا التخرج بعد جهد طويل تمثل في سنتين دراسيتين ضمت دفعة التخرج 20 متربصا بين إناث وذكور من كامل تراب الولاية. وجاء هذا الحفل في ظروف استثنائية الذي غلب عليه ارتداء الأقنعة الواقية. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقنا لتمامنا هذه السنوات بعدما كبدناه من تعب وجهد في ظل هذه الفترة الحرجة التي مررنا بها. نسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء والوباء، ونسأل الله تعالى أن تنتفع بنا الأمة وأن نكون على قدر المسؤولية إن شاء الله. كما كانت وقفة للمتربصين للأساتذة الذين أشرفوا عليهم طيلة دراستهم بتقديم هدايا رمزية، ولم يتناسوا الأطباء الذين هم يواجهون الوباء في مصلحة العزل الصحي تعبيرا وامتنانا لما يقدمونه. الدفعة اللي حضرت لها فيها 20 متربص ومتربصة، خمسة من دائرة بن دحوة، 10 دائرة غردايا، وخمسة من دائرة بنورة. نشكر كما نشكر الطاقم الطبي والشبه الطبي اللي مسؤول على التكوين والتأطير كأساتذة ومكرؤوس مصالح مصلحة طب النساء والرجال، طب السيدة رئيس مصلحة النساء، السيد رئيس مصلحة الرجال، مسؤولي مصلحة المصالح الطبية الجراحية الاستعجالية الطبية الجراحية، يعني كثر خيرهم كل عمر من الحارس إلى عامل النظافة، كانوا قاع واقفين وساهموا وبارك الله فيهم ووقفوا معنا وقفة زينة، وإن شاء الله يكونوا خير وخلف لخير خير خلف لخير سلف، ورأي أمانة في رقبتهم، رأي أمانة في رقبتهم، المريض ثم المريض ثم المريض. وبعد هذه الأمانة التي علقت في رقابهم، نتمنى أن يكونوا خير خلف لأفضل سلف.